متابعي الكرام، إليكم حصيلة اليوم. كشفت وزارة الصحة يوم الأربعاء عن تسجيل 164 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مسجل خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 14771 حالة في المغرب. وحسب المصدر ذاته فإن الحالات المستبعدة بعد تحليل المخبرين سلبي منذ انتشار الفيروس على مستوى الوطني. وأكد ذات المصدر وفاة شخصا ليصل عدد الوفيات إلى 242 حالة، وتم التأكد من 677 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 11916 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية تأخذ السلطة المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي قناة شيف تي في، أعيد عليكم الحصيلة المسائية. كشفت وزارة الصحة يوم الأربعاء عن تسجيل 164 حالة إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11,000. حالات مستبعدة بعد تحليل بعد الحصول على نتائج سلبية تهم تحاليل مختبرية قد بلغ منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى الوطني. وأكد ذات المصدر وفاة شخصين ليصل عدد الوفيات إلى 242 حالة، وتم التأكد من 677 حالة شفاء إضافية لترتفع حصيلة إجمالية التعافي إلى 11916 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي قناة شيف تي في، كنت معكم في المسائية المباشرة في مدينة جدة.